representative of Libya. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم على ترأسكم لأعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر، وأنا واثق من أن حكمتكم ستقود أعمال هذا المجلس إلى أفضل النتائج الممكنة. وأشكر السيد فلتمان وكيل الأمين العام على إحاطته القيمة، وأسمحوا لي أولاً أن أعبر عن تعازي الحكومة الليبية والشعب الليبي لحكومة الولايات المتحدة وأسرة السفير ستيفنز وزملائه الدبلوماسيون الأمريكيون، وأيضاً أسر بقية الضحايا الليبيين الذين سقطوا إثر الهجوم على مقر القنصلية الأمريكية في بنغازي. لقد أدانت الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام بأقوى العبارات هذا العمل الذي قامت به مجموعة متطرفة خارجة عن القانون، وأجدد هنا إدانة السلطات الليبية لما جرى في بنغازي وتأكيدها بأنها سوف تبذل كل ما في وسعها لتتبع الجينات وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا عقابهم. ونؤكد بأن ما حدث لا يخدم مصلحة الليبيين والشعب الليبي ولا مصلحة المسلمين، ولا يمكن اعتباره دفاعاً عن الإسلام، بل هو في الواقع إساءة للدين الإسلامي. إنني أشعر بالحزن العميق لفقدان السفير جان كريستوفر ستيفنز، فقد كان دبلوماسياً رائعاً بانفتاحه على الشعب الليبي وتواضعه الذي يجد كل التقدير لدى شعبنا، وإن غيابه عنا هو خسارة للشعب الليبي بقدر ما هو خسارة لأسرته وللولايات المتحدة. لقد كان السفير ستيفنز صديقاً للليبيين، وقف معنا بكل قوة عندما كنا نواجه القتل والدمار على يد الطاغية القذافي وكتائبه الأمنية، وكان يسعى بنية صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين ومساعدة الليبيين في الانتقال من الثورة إلى الدولة. ولذلك سيبقى الليبيون يتذكرون السفير ستيفنز كواحد من أفضل الأصدقاء الذين ساعدوا بمواقفهم وآرائهم في وقوف الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب الليبي في محنته. لا شك أننا نواجه تحديات كبيرة في ليبيا، تحديات فيما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفي بسط سلطة الدولة على الخارجين عن القانون سواء كانوا أفراداً أو جماعات، ولكنها مرحلة مؤقتة، والشعب الليبي مصمم على بسط سلطة الدولة وعلى أن تكون له حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد والانتقال بها من مرحلة الثورة إلى الدولة. للأسف الشديد ليس لدي الكثير لأقوله حول ما حدث في بنغازي، فالتحقيقات ما تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادث،
والوقوف على الأسباب والتطورات التي أدت إلى الكارثة التي حدثت، وسوف تعلن الحكومة الليبية النتائج التي تتوصل إليها، بما في ذلك تحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير في حماية مقر القنصلية والعاملين فيها، ولكن من المؤكد أن المسؤولين عما حدث سيجلبون إلى المحاكمة وسينالون عقابهم. إن ليبيا ملتزمة باتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، وتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا والعاملين فيها، كما أنها ملتزمة بحماية كل الأجانب الموجودين على أراضيها، وحتماً لن تسمح لأي من أولئك الخارجين عن القانون بتهديد الأمن والاستقرار، والعدالة ستأخذ مجرها. شكراً سيد الرئيس.